اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا الجديد. حلقه النهارده مبهجه وحلقه جميله ولطيفه بخصوص المناسبه الجميله بتاعتنا، كل سنه وكل دقيقه وعيد حب وانتم بخير. معانا النهارده قصه نجاح لشباب بداوا مشروع الاولاني ونجح وعملوا المشروع الثاني وفاجئونا بمفاجاه جميله جدا. خلينا نرحب بضيوفنا استاذ احمد طاهر واستاذ عبد الرحمن احمد، اهلا بيكم. ازيكم؟ انتوا عملتوا فكره مشروع كده، مطعم جديد وفكره جديده في الافتتاح. بالزبط. لو تكلمونا كده عملتوا ايه؟ احنا كنا فاتحين مطعم الفرع في المعادي، الفرع الاساسي، والفرع الجديد لسه فاتحينه في اكتوبر. تمام. فحبينا نعمل حاجه جديده كده، عملنا يوم الافتتاح السندوتش هيبقى بجنيه. كويس. لا اقبال كتير عند الناس والحمد لله. السندوتش بجنيه؟ سندوتش حلو بجنيه. دي جديده دي. جات لكم الفكره منين؟ والله بصي، يعني احنا بنتكلم مع بعض، انا ماسك حته التسويق شويه، عبد الرحمن ماسك حته التشغيل. عايزين نجيب فكره قويه، يعني مش عايزين نطلع بره التقليدي عشان نجيب حاجه قويه ونلفت نظر الناس. يعني وهي فعلا كانت فكره جديده ان انت تعمل الساندوتش بجنيه عشان تفرح بيه الناس، يعني بدل ما يصرفوا الدعايه ان هم يعملوا الدعايه كلها في السوشيال ميديا قسموها، قالوا نفرح الناس ونعمل الساندوتش بجنيه. حضرتك بقى دورك في المطعم ايه؟ انا ماسك كل الاختصاصات التشغيليه في المطعم. زي ايه؟ كل حاجه بعيدا عن التسويق. بعيد عن التسويق، يعني انت اللي بتختار الساندوتش، انت اللي بتختار التيست وكده؟ لا، الاختيارات دي بنبقى كلنا فيها اكيد. طيب نتعرف بيكم الاول كده، نشوف استاذ احمد حضرتك خريج ايه؟ انا خريج نظم معلومات. تمام. عندي 26 سنه. تمام. بدات على طول مشروعك ولا كان في شغل قبل كده؟ لا يعني انا حابب بس في البدايه اشكر اهلي، هم يعني معودينا من زمان ان احنا نعتمد على نفسنا ونشتغل، فقبل المشروع ده كان في مشاريع كتيره يعني. تمام. كان ايه مثلا مشاريع جديده؟ مطاعم برضو ولا كان في حاجه في المطاعم؟ تمام. بس ما نجحتش يعني، ما فشلت، واحنا ما بنتكسفش، بنقول فشلت عادي. تمام. وتعلمنا منها حاجات كتيره وصححنا اخطائنا بقى كلها في المشروع الجديد. في المشروع يعني. الجديد. المشروع الجديد كان في مطعم قبليها كان في مطعم قبليها. تمام. طب ايه بقى اللي خلاك تكمل؟ يعني انت دلوقتي في المشروع الاولاني ما كسبتش بس قلت كملت وكملت في نفس المجال. احنا حابين المجال. تمام. وعارفين ان وبالذات ان احنا حطينا ايدينا على الاخطاء اللي كانت في البدايه، يعني كان لسه اول تجربه لينا في المجال، فعرفنا الاخطاء فحاولنا نتجنبها، يعني ذكرنا في نوت كده وحاولنا نتجنبها نهائي، وكررتوا التجربه تاني وكررنا ونجحت. التجربه تاني تلاشينا بقى كل الاخطاء اللي احنا مرينا بيها. عملتوا المشروع بقى في الاول، المشروع لما كررتوا تاني تجربه المطعم والحمد لله. هل واجهتوا صعوبات في اول مره في المشروع الجديد ولا كنتوا اتعلمتوا بقى والدنيا بقت احسن؟ لا لا، في صعوبات ولغايه دلوقتي لسه في صعوبات اكيد، وبتعدوها وبتنجحوا وبتكملوا. طيب تمام. احنا عاوزين نطلع تقرير نشوف افتتاح المطعم ونرجع لكم تاني عشان في مفاجآت، استنونا. اهلا بيكم مشاهدين برنامج الجانب الاخر. النهارده احنا موجودين في مطعم تشاكس في اولى ايام افتتاحه، والمطعم بصراحه جات له فكره جميله جدا وهو حب يفرح الناس بيها، يعني وبدل ما يصرف فلوسه على الدعايه حب يفرح الناس ويعمل الساندوتش بجنيه واحد بس. جميل جدا يا طعمه حلو. بتحبي الاكل بتاعه؟ بجد. اكلت ايه هنا او ذوقت ايه؟ يعني هذا نجرسكو ودوت تشيز برجر. وانت جد؟ عجبك؟ جدا. تعرفي مصطفى حمادة؟ اهلا وسهلا بيك. عرفت المطعم ازاي؟ عن طريق النت، فيسبوك كده. ايه رايك في فكره ان هم عايزين يفرحوا الناس وعاملين ساندوتش بجنيه واحد؟ فكره جميله جدا، غير الوجبات لها مجان، دي افضل بكتير من فكره الوجبات مجان. بالظبط. كمان الجنيه فرح ناس كلها، ناس كلها تجرب. ما شاء الله طعم فول ممتاز. طب انت دوقت حاجه ولا لسه؟ ساندوتش. ايه رايك؟ تمام، فول ممتاز. طب تحب تقول اي كلمه للمطعم؟ او يعني الناس اللي ما جاتش تجرب تيجي تجرب. جهان لبيب. والله من على فيسبوك ومن زمايلي وكده في الشغل يعني، فقالوا فعشان كده حبيت اجي اجرب يعني اشوف الدنيا ايه، والطعم لذيذ حلو يعني. لا حلو يعني. المعامله كويسه والدنيا كويسه كويسين يعني. متشرف باسم حضرتك؟ احمد طارق. وظيفتك ايه في تشاكس؟ اونر. طيب حابين نسال سؤال، حبيتوا ازاي تفرحوا الناس والفكره جات لكم ازاي؟ هي التقليد الفتره اللي فاتت اي حد بيفتح بيعمل حاجه ببلاش او كده، فحبينا ان نعمل حاجه بجنيه بحيث تبقى حاجه مختلفه. طبعا جنيه سعر رمزي، فمن هنا جت الفكره يعني، فابتدينا نشتغل عليها على البيج وعرفنا الناس
زي ما انت شايفه بقى كده. طيب انت ايه رايك في اول يوم من ايام الافتتاح؟ شايف فيه اقبال من الناس؟ متفائل خير ان شاء الله، والناس اللي زعلوا مننا ما عشان الزحمه ان شاء الله يعني ما حدش يزعل، وان شاء الله الايام اللي جايه هنعمل حاجه كويسه في اكتوبر باذن الله، وبعد كده هنفتح مصر ان شاء الله. شكرا جدا. ممكن نشرف بحضرتك؟ رحمن احمد. طيب ايه وظيفتك في المطعم؟ طيب الفكره جات لك ازاي؟ انا كنت شغال في بنك اصلا، الناس قالوا لي نفتح مطعم، رحنا فتحنا مطعم خسرنا فلوسنا كلها وتعلمنا فيه، وبعد كده جينا فتحنا شيكسي في المعادي انا واحمد شيكي صاحبي بره برضه، فتحنا في المعادي والنهارده ان شاء الله افتتاح الفرع بتاع اكتوبر الثاني. طيب ايه رايك في اول يوم افتتاح؟ الناس بس كانت عايزه تساعدنا شويه، والله كان يومها احلى من كده بكتير، ويوم لطيف برضه، الدنيا تمام ما فيهاش مشاكل، بس كان ممكن يبقى نص اتبسط اكتر من كده لو هم مهدين الموضوع شويه. فكره انك تعمل الساندوتش بجنيه واحد جات لك ازاي؟ دي فكره احمد شريف تمام، بس هو الموضوع جه ان احنا الفتره اللي فاتت دي كتير قوي الموضوع ببلاش بقت حاجه محروقه يعني، فبدانا نشوف عايزين فكره تجيب الناس، نعمل زحمه تفتح الاقوال وتروج نعمله بجنيه، احنا في الاخر ما خدناش الجنيه من حد على بالنا. كويس يعني على الاقل الناس كده اتبسطت خالص، يعني حاجه ببلاش يعتبر. الجنيه اصلا الناس مستغربه يعني، في بقى لنا يومين ثلاثه الناس بتيجي تسال، الناس بتصل في التليفونات تسال على الصفحه على السوشيال ميديا الدنيا تقول بجنيه، ما حدش مصدق الموضوع. اكيد طبعا الموضوع غريب. المهم ان الفكره ان شاء الله تنجح، وباذن الله تعود عليكم ناتج كويس او نتيجه كويسه. شكرا جدا ليك. رجعنا لكم تاني مشاهدينا، وبنشكر مراسلتنا مروة السرساوي على التقرير الجميل ده. دلوقتي احنا ان شاء الله دلوقتي هنجرب الاكل، حضرتك بقى تقول لنا ايه الاصناف الجميله اللي انت جايبها لنا دي. نبدا بده. انا اولا انا عاجبني قوي الديزاين، هات الديزاين. بصوا يا جماعه الديزاين ده حاجه جديده قوي في المطعم عاملينها، دي علبه كده تحس انها كادو، تحس انها كادو كده، بتفتحه هوب بقى ايه بقى طبق، مش عارفه الكاميرا جايباه طبق بقى ساندوتش. ده الساندوتش ده ايه بقى؟ ده مكسيكي. مكسيكي؟ اه مكسيكي مكسيكي يعني. مكسيكي مكسيكي يعني الطعم مكسيكي والخلطه مكسيكي. اوكي نجرب يعني؟ نجرب. طيب نجرب يا جماعه على الهواء. مكسيكي حلو. سبايسي. سبايسي بس مش قوي. حلو. هات الشوكه. يا جماعه تحفه على فكره، هاكل على الهواء. حلو جدا. ده بقى ايه بقى؟ فراخ. انا شايفه فراخ كريسبي. ده بيبقى الطبقه اللي تحت فراخ كريسبي والطبقه اللي فوق فاهيتا فراخ. فاهيتا فراخ يعني ده ميكس ساندوتشين في نفسه. حلو جدا. انا اقوم بقى عشان نعمل. وده ايه؟ دي نجرسكو. دي نجرسكو. ايه بقى؟ مكرونه وايت صوص ومشروم وفراخ وفلفل الوان. ليها يعني مذاق خاص، انت حاطط تيست مختلف في اكيد اكيد. حلو قوي. هندوق من كله بقى ون كده كده. ده ايه بقى؟ شكله حلو جدا. انا عاجبني العلبه ده، حلو جدا. بص طب ده ناكله ازاي يا جماعه؟ قول لي مكوناته. ده سموكي. ده سموكي. طبقتين بقى فراخ كريسبي عادي، بيبقى فيه مايونيز وخس وطماطم وخيار مخلل. ايوه. وسموك بيف وسموك تركي. وصوص باربيكيو. حلو قوي. انا مش هسيب لكم حاجه. قطمة كاملة. انا باكل دول بيقولوا لي هاكل ومش هسيب لكم حاجه. لا انا بص انا هاكل وانتوا كملوا الحلقه. ده حلو جدا. جربوه يا جماعه بجد. في مفاجاه. انتظروا بقى يعني استنوا كده دقيقتين وهنقول لكم المفاجاه. ده بقى ايه الساندوتش ده؟ ايه بقى ده؟ المكسيكي زي ما احنا. ده المكسيكي. ايه تاني بقى؟ نعمل ايه؟ احنا جربنا اللازانيا حاجه جديده. تمام. دي البطاطس بتاعتكم. لا ما انا هاكل. بصوا انا هكمل اكل. هكمل اكل ومش هسيب لكم حاجه. طب انت سهلت العلبه ليه؟ دي الوجبه. احنا منزلوا العنوان، نزلوا العناوين يا جماعه. لو تقول لنا عنوانكم فين بقى في الفرعين؟ احنا عنوان فرع المعادي 45 شارع 9 جنب محطه مترو سكنات المعادي. تمام. وعنوان فرع اكتوبر 63 المحور المركزي
فندان الحصر. تمام. ده البنك العربي مباشره. دي الوجبه. دي الوجبه دي فراخ تشيكن صح؟ اه. يا جماعه الله. بص بقى انا عاوزاك تقول لي بتختاروا الفراخ ازاي؟ بتجيبوها منين؟ بتتبلوها ازاي؟ بتقعد قد ايه في التتبيله؟ احكي لي بقى. الفراخ بتيجي فريش، ما بنستخدمش فراخ مجمده خالص. فريش. الصدور والفراخ الوجبات فريش، مفيش فراخ مجمده خالص عندنا. اه. يعني بتجي لك الصدور وانت اللي بتقطع وبتعمل الوجبات زي الفراخ اللي انت بتجيبها في البيت بالظبط. طب يا جماعه دي بيتي. يعني يعني انتوا هتبقوا مطمنين. مفيش مجمد خالص. لا لا لا. بتقعد بقى في التتبيله قبليها بفتره بقى. بتقعد في شويه توابل الاول عشان ما يبقاش فيها زفاره زي ما بتعمليها في البيت، بس طبعا بحاجات تانية مختلفه كتير. تمام. بعد كده بنبدا ندخلها في التتبيله بتاعتها. التتبيله بتاعتها طبعا بتبقى خلطه سريه بقى. التتبيله بتاعتها دي بتبقى فيها طبعا توابل كتير من الحاجات اللي هي انا شايفاها قريبه من بدون ذكر اسامي بس المطاعم الكبيره. طيب صح صح زي المطاعم يعني انا حاساها قريبه من طعمها. ممكن تكون احسن شويه. طب بص يا جماعه احنا عندنا مفاجاه النهارده مقدمينها لنا المطعم للي هيشوف البرنامج دلوقتي، يعني اللي شايفنا دلوقتي هو اللي هيلحق لي المفاجاه دي. فنسمع من استاذ احمد كده تقول لنا ايه هي المفاجاه عشان خاطر البرنامج. اللي هيطلب دلوقتي اي حاجه ياخدها بنص الثمن. اي حاجه ياخدها بنص الثمن. الفرعين، فرع المعادي. من اول ما يخلص البرنامج من الساعه 8 للساعه 9 يا جماعه ساعه، اي حد هيطلب دلوقتي على الارقام اللي نازله هياخد الوجبات دي وعرض الصحة والجمال. برنامجي من الجانب الآخر، اللي هيشوف دلوقتي البرنامج من بعد ما يخلص من الساعة 8 للساعة 9 أي وجبة هيطلبها من المطعم نزل عليها أرقام هياخد الوجبة بنص ثمنها. طب لو ما لحقش الساعة، طب هو لو ما لحقش بس ساعة وشاف البرنامج بكرة يعمل إيه؟ يبقى عشان خاطركم برضه هيبقى في خصم على المنيو كله 25%. 25% يعني يا جماعة اللي مش هيلحق الساعة بتاعت النهاردة بكرة هياخد اليوم كله ديليفري او من المطعم 25% خصم على كل الوجبات دي. النهارده عشان بمناسبه بقى عيد الحب والناس هتخرج، الحقوا بقى دلوقتي ساعه كده اطلبوا دليفري او روحوا المطعم على الارقام اللي على الشاشه هتاخدوا كل الوجبات بنص ثمنها ساعه بكره 25% خصم لمدار اليوم كله. انتوا بس قولوا استاذه نهى وخدوا الخصم. تمام. طيب خلينا بقى نكمل ال العمال اللي عندك بقى، يعني انت عشان تنجح لازم عندك ستاف بقى يقدر يساعدك وينجح الناس دي. دي فرصة كويسة ان انا اقدر اشكرهم. طبعا كلهم تعبوا معانا. ممكن انت كنت القناة موجودة يوم الافتتاح وشافوا قد ايه الناس تعبت، والناس برضو بتوع فرع المعادي الناس كلها تعبة معانا. تمام. الناس كلها تعبانة معانا. مش عايز اقول اسامي عشان ما انساش حد، بس طبعا رأسهم استاذ محمد شوشة ده مدير الفرع اكتوبر. تمام. راجل تعب معانا جدا، راجل دماغه فعلا كويسة جدا، من ضمن الناس اللي احنا حاطين معتمدين عليهم كتير جدا في المرحله اللي جايه ان شاء الله. تمام. والاستاف كله بقى مش عايز انسى حد، كلهم الصراحه يعني بالتوفيق. واحنا بنشكر كل الاستاف لان احنا كنا شايفين يوم الافتتاح كان الاقبال تاريخي على الساندوتش بجنيه. ده اول مره يحصل، اعتقد ان انتوا اول ناس تعملوا الساندوتش بجنيه. وبالفعل احنا اول ناس، واحنا حركنا الجهه القانونيه بتاعتنا الماسكه المتخصصه من المطعم ان احنا هنعمل حقوق الفكريه الملكيه ديت عشان نسجل الفكره دي باسمنا عشان ان شاء الله هنستخدمها في اي فرع افتتاح جديد ان شاء تمام. الله. تمام. يعني انتوا دلوقتي الملكيه الفكريه بتاعتكم انتوا الساندوتش بجنيه في الافتتاح، اي فرع هتفتحوه هيبقى دايما الساندوتش بجنيه ان شاء الله. تمام. طيب انت دلوقتي اول لما بداتوا المشروع بتاعكم بتقول اول مره عملتوا المشروع ما نجحش في مطعم تاني. بس لما عملتوا المشروع دوت اللي هو تشيكس المشروع نجح. تقول بقى ايه للشباب لما تحب تبدا مشروع زيكم تعمل ايه؟ ان انت ما تيأس. الياس ده يبقى اخر حاجه. مهما سمعت كلام محبط من حد قريب او حد بعيد، الموضوع مش سهل. النجاح عامه مش سهل خالص. تمام. هتواجه صعوبات، هتواجه لا لازم تواجهها، وهتواجه لحد ما احنا كل ما بتكبر كل ما بتعلى خطوه كل ما الصعوبات بتزيد. طب يعمل ايه يعني؟ يبقى حاطط في حسابه ايه اول ما يبدا مشروع؟ لو مشروعات بصفة عامة يعني والمطعم بصفة خاصة، ممكن المطعم الموضوع سهل شوية، الناس بيفتكروه لان الكلمة المتداولة ان هو الاكل والشرب ما بيخسرش. تمام فعلا. دي الكلمة المتداولة عند الناس كلها يعني، بس لا لما تخش في الموضوع لا الموضوع فيه ديتيلز كبيرة يعني جدا يعني. لازم دراسة؟ طبعا. لازم تكون دارس الموضوع طبعاً. لازم يكون عندك اصرار عشان تنجح. بالظبط. وبتنجحوا لان ما شاء الله دلوقتي عندهم بدل الفرع 2 وان شاء الله يفتحوا في فروع كتير في مصر. طيب الثالث في الطريق. الثالث في الطريق ان شاء الله. ان شاء الله برده كاميره البرنامج هتصور وتعمل لكم الافتتاح برده ان شاء الله. والساندوتش بجنيه اكيد. اوكي تمام. طيب انت قلت لي دورك ان انت اللي بتختار المنيو او بتختار الساندوتش. تمام. انت المسؤول عن التيست تقريبا، طعم الاكل مثلا او اختيارات الساندوتش ولا ايه؟ دي بنشترك فيها كلنا، بس تشغيل المطعم دي بمعنى ان انا زي مدير المطعم.
مدير المطعم زي مدير، لان في مدير موجود اكيد. تمام، يعني انت بتدير المطعم واستاذ احمد هو اللي بيعمل الماركتنج صح كده؟ ده انتوا مقسمينها، معاكوا شريك تاني ولا انتوا بس؟ لا انتوا بس الشركه في المطعم. الشريك التاني ده بقى الناس اللي معانا في المكان بصراحه، الشركاء الناجح احنا مش اللي بنحب هم بيقوموا المكان مش بنحب نقول ستاف الصراحه، لان هم يعني احنا من غيرهم ولا حاجه يعني. تمام، فهم شركائنا يعني. طب هل انتوا عندكم خبره في الاكل مثلا، ان انتوا يعني انت بتعتمد على انك انت بس بتدوق الاكل فبتقول ده الساندوتش ده اوكي، ولا انت بتقدر ليك فن في الطبخ او انت مثلا يعني اشتغلت؟ انا ممكن، انا عبد الرحمن صحاب اصلا من حوالي 10 12 سنه كده، فاحنا متعودين اي فكره جديده في مطعم يتعمل القاهره او خارج القاهره بنروح نجرب يعني، فبنفهم شويه في حته التست ده طعم التوابل اللي جوه بنقدر نحدد يعني. تمام، فموضوع لما بنيجي نعمل منيو بنقعد طبعا ومعانا الشيف العمومي كل واحد بيقول فكره، ولازم الحاجه عشان تنزل في المنيو لازم يكون احنا الثلاثه متفقين يعني عليها، كلكم ضايقينها يعني. وكلكم شايفين ان طعمها دي حلو وهي دي اللي كل تنزل. الناس تكون متفقه عليها، نبتدي خلاص هي دي هيبقى السندوتش معانا في المنيو او الوجبه دي معانا في المنيو. تمام، تحب تقول ايه للناس اللي هتبدا مشروع جديد؟ الصبر. الصبر، هل اول ما افتح مشروع هكسب على طول؟ لا مستحيل، احنا كنا فاكرين كده في الاول. فاكرين كده؟ طب وده اللي بهدلنا يعني في المطعم القديم. طب المطعم الجديد بقى يعني نقدر نقول نجحته بعد قد ايه؟ احنا كان المفروض ننجح اسرع من كده، بس الفتره بتاعت الكورونا دي اثرت جامد يعني، بس الحمد لله طلعنا منها. الحمد لله انتوا طلعتوا وعملتوا فرع تاني والساندوتش بجد جميله يا جماعه، وجربوها يعني. انا اهو جربتها ودقتها على الهواء، انا مستنيه الهواء يخلص عشان اكل بقى، محرجه ان انا اكل على الهواء. تمام. طيب اوكي، طب انت كنت بتقولي ان الملكيه الفكريه بتاعه الفكره دي جات لك منين اصلا انت تعمل بجنيه؟ ما انت كنت ممكن تقول ببلاش زي اي مطعم، ليه قلت بجنيه؟ عشان مش تقليديه، فكره جديده مش تقليديه يعني. انا متعود، انا بتكلم مع اخويا برضو في الماركتنج، بنتكلم كل فتره كده ايه الجديد اللي ممكن نعمله، فلقينا ان دي حاجه جديده ما جاتش قبل كده. كل ممكن معظم الناس بيوزعوا حاجه ببلاش، لا هي بجنيه يعتبر ببلاش، بس هي فكره بجنيه بتخلي العين عليها اكتر يعني، بتخلي العين اكتر. احنا فعلا من اول ما عملنا الكامبين دوت ناس كتيره بتبدا تسال بتستغرب يعني، هل الساندوتش بجنيه فعلا؟ بتكلموا جد؟ والناس بقوا يجوا يزورونا، هل ده بجد؟ تمام، فهي الفكره جت ان هي تبقى حاجه جديده يعني. اوكي، اول يوم بقى قول لي كده الدنيا ايه؟ اول يوم في الافتتاح ماشي يا جماعه، معلش وقت الهوا خلص. انا بشكركم جدا، وعيد سعيد عليكم يا جماعه، عيد حب جميل، وحبوا بعض وانبسطوا وانبسطوا بالاكل، وعشاكم النهارده علينا. اشوفكم في حلقه جديده، والى اللقاء، مع السلامه، باي باي.